أحسن في السفر أن نصوم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعضهم يسأل عن الرخص التي رخصها الله سبحانه وتعالى لنا في الإفطار وعن حكمة ذلك. ربنا سبحانه وتعالى رخص للمسافر أن يفطر في رمضان، ورخص للمريض، ورخص لكبير السن، ورخص للحامل، ورخص للمرضع، ورخص كذلك للمجاهد في سبيله. وأوجب الله سبحانه وتعالى أيضا الإفطار، أوجبه إيجابا حتميا وليس على سبيل الترخص ولا الاختيار، أوجبه على الحائض والنفساء والمريض الذي شارف على الهلاك. رخص الله سبحانه وتعالى لنا في الإفطار، وأوجب الله علينا أشياء أيضا في الإفطار. إذن في هذه الحلقة نجيب عن بعض الأسئلة التي ترد على أذهان المشاهدين وبعض الذين يسألوننا في هذا، بين الجواز والوجوب. رخص الله للمسافر أن يفطر في رمضان بشرط أن يكون على سفر، ومعنى هذا، وكثير من الناس يغفل عن هذا المعنى، أن يؤذن الفجر وأنت متلبس بالسفر، يعني لابد أن تكون مسافرا ثم يؤذن عليك الفجر. يعني أنا لو ذهبت إلى المطار، فيبقى ذهابي إلى المطار واشتغالي بالسفر. طب وكيف أكون مشتغلا في السفر؟ إن بتاع الضابط بتاع الباسبورات ختم على الجواز بتاعي وأجازني أن أدخل الترانزيت. دخلت الترانزيت يبقى أنا متلبس بالسفر. أذن علي أذان الفجر، يجوز لي أن أفطر لأنني تلبست بالسفر. رحت محطة مصر أركب القطار، دخولي محطة مصر تلبس بالسفر، ركوبي للقطار تلبس بالسفر، حركة القطار تلبس بالسفر، خدت عربيتي ومشيت، وبعدين ما لسه ما وصلتش البوابة بتاعت طريق اسكندرية، فيبقى أنا متلبس هكذا بالسفر. وصلت البوابة وعديت أنا متلبس بالسفر. في كل هذه الأحوال أذن المؤذن وأنا متلبس بالسفر، يجوز لي أن أفطر. تعالى بقى، الأذان أذن ورحت صليت وخدت بعضي بعد ما صليت وطلعت على المطار أو على المحطة أو ركبت العربية ومشيت بعد ما صليت الفجر، أنا الآن صائم أصلا، ولذلك السفر جاء عارضا وأنا صائم. والسفر إذا جاء عارضا والإنسان صائم، يعني أنا اللي أنشأت السفر وأنا صائم، فلا بد علي أن أتم الصيام. يبقى متى يجوز لي أن أفطر؟ يجوز لي أن أفطر إذا كنت متلبسا بالسفر. أنهي سفر؟ السفر هو قصد أكثر من 85 كيلو أو 85 كيلو فأزيد. فإذا كنت قاصد مدينة من القاهرة مثلا كمدينة طنطا فأنت مسافر. أما لو كنت تقصد مدينة بنها فأنت لست مسافرا، لأن بنها دي على بعد 46 كيلو،
لكن تنطوي على بعد 90 كيلو وشويه. 90 دول اكتر من 85، وادام اكتر من 85 فيبقى ده سفر يبيح قصر الصلاه وجمع الصلاه ويبيح الافطار في رمضان اذا دخل عليك الفجر وانت متلبس بالسفر. طيب هو الاحسن في السفر افطر ولا الاحسن في السفر اصوم اذا كان فيها كده قوه؟ الحقيقه نفحات رمضان لا تعوض، فالاحسن في السفر ان نصوم، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ده في الصيام، فما بالك في رمضان؟ طب افرض ان انا تمتعت بالرخصه وافطرت، ما فيش مانع، ولكن الصيام اولى واحسن واثوب وابرك، لانه احنا في رمضان. طب انت بتعوض، ايوه بره رمضان. طب وبعدين؟ واحد قال لي حاجه غريبه قوي، قال لي انا عندي واحد قريبي لما يجي رمضان وقبل رمضان بيومين كده يجي واخد بعضه ومسافر اوروبا. بقول له ليه؟ اشمعنى يعني؟ قال عشان ما يصومش رمضان. قلت له الله، طب وبعدين؟ ما هو لازم عليه انه يقضي. قال لي انت تتصور بيقضي ويصوم الاثنين والخميس علشان يقضي ما عليه، لكنه يجي في رمضان وياخد بعضه ويسافر حتى لا يصوم رمضان. حاجات غريبة أو الكلام ده ما كناش نسمعه أبدا، ولا واحد يعمله. ده رمضان ده هو يعني دخل في قلوب الناس وأحبه الناس، لكن هو سبحانه وتعالى كل مادة بيورينا أشياء غريبة عجيبة لا نسمع بها من قبل. إذن السفر رخصة، ولكن مش السفر بتاع أخينا ده اللي يعني زي ما بيقولوا بينشن على رمضان عشان يسافر فيه علشان يفطر فيه. لا، السفر رخص من رخص الإفطار. أيوة صحيح. طيب بس ده الرجل ده مسافر عشان يعمل معصية، عايز يقتل واحد، فراح مسافر من القاهرة للإسكندرية. قال لا، يبقى ما ينفعش يفطر. القاتل ده المستقبلي ده اللي راح يقتل ده ما ينفعش ابدا ان هو يفطر، لان الرخص لا تناط بالمعاصي، يعني الرخص ما ترتبطش بالمعاصي، وهذه معصيه بالسفر، يعني السفر سبب للمعصيه اللي هو القتل. قال طب افرض هو مسافر عمل ذنب. قال لا، ده ملوش دعوه، دي معصيه في السفر. في فرق بين المعصية بالسفر والمعصية في السفر، والأول لا يتمتع بالرخصة وليس له أن يفطر.